الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ويانا مشاهدين الكرام في حلقة جديدة، حلقة نهاية الأسبوع من برنامج حياتنا. إن شاء الله راح تكون حلقة مليئة بالمواضيع، وإن شاء الله تستمتعون معنا خلال حلقة اليوم. وأكيد دائما مع بداية الحلقة أحب أمسي على أخوي نايف. نايف مساك الله بالخير. مسيك بالنور والسعادة عبد الله، أنت ومشاهديننا، ونتمنى إن شاء الله يوم الخميس يكون بسعادة على ما تتمنون، وكذلك إن شاء الله عطلة نهاية الأسبوع تكون نظمت فيها وقتك، عرفت وين بتروح، عرفت عبد الله متى بتروح الجيم، متى بتطلع مع مع الربع. أنا الجيم خلص، نهاية الأسبوع لازم تتمرن بدري على أساس إنه تقدر تستغل نهاية الأسبوع بأفضل استغلال. وأكيد يعني عندنا في دولتنا الحبيبة قطر نايف الكثير من الأماكن اللي ممكن إن الواحد يروحها ويزورها ويستمتع، والأجواء حلوة بعد هالأيام. أكيد، وكل قطاع عندنا في الدولة قاعد يحاول إنه يساهم سواء في دعم السياحة أو حتى دعم المواضيع الأساسية. يعني لو نشوف معاكم هذا الخبر عن وزارة الثقافة وتنظيمها اليوم لفعالية البراحة في حديقة راس بوفنطاس بمدينة الوكرة، وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. طبعا بمشاركة مركز شؤون الموسيقى ومركز قطر للشعر ديوان العرب ومركز فتيات الوكرة والملتقى القطري للمؤلفين. تشمل الفعالية التي تستمر على مدى يومين مجموعة من الأنشطة المتنوعة تستهدف كافة فئات المجتمع وتساهم في تعزيز الحراك الثقافي وإتاحة فرص التجربة الثقافية من خلال جلسات شيقة وممتعة بين الأدب والفن والموسيقى والورش التدريبية. وطبعا من هذه الأنشطة تجارب موسيقية وورش فنية للأطفال والكبار وعرض مسرح الدمى ومسابقات ثقافية متنوعة، بالإضافة إلى نشاط الخطابة في الهواء الطلق الذي يعتبر من طرق التدريب الخطابي في الحضارات القديمة، وطبعا الحضارتين العربية والإسلامية. كذلك ورش آداب المجالس والصنع بالنسبة للبنات والبنين، وثقافة الطعام إلى جانب الحرف اليدوية بإذن الله تساهم في تسليط الضوء على منتجات وصناعات عربية، كما ستشهد البراحة أمسيات شعرية بمشاركة بعض الجاليات. طبعا يعني تنوع كبير من خلال برنامج ومن خلال البراحة، يعني نتمنى من الجميع الحضور لهذه الفعالية اللي شملت كل شيء نايف، يعني سواء كنتوا كبار أو كنتوا صغار تقدرون تروحون لهذه الفعالية وراح تستفيدون وتحصلون الشيء اللي راح يعجبكم ويجذبكم إن شاء الله. أكيد عبد الله، وكذلك المراكز اللي تكون مشاركة مع وزارة الثقافة لإنشاء اليوم مثل هذه الفعاليات يوجه لها الشكر، كذلك البلديات، هذا التكامل المطلوب لخدمة أهالي المناطق، وهذا فقط من جانب ثقافي، في عندك جوانب سياحية، عندك جوانب عديدة عبد الله. أكيد، وياكم مشاهدينا الكرام نتمنى زيارتكم لهذه الفعالية. وأكيد ننتقل وياكم لموضوع آخر، حيث على مدار 17 عام كان معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في طليعة جدول فعاليات الأعمال في دولة قطر. أكيد هذا العام راح يواصل المعرض نجاحاته ومسيرته باعتباره مركز للفخامة والرقي. نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير ولنا عودة بإذن الله. على مدار 17 عاماً كان معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في طليعة جدول فعاليات الأعمال في قطر، حقق نجاحاً في احتفاظه بصيته ليكون تجمعاً مرموقاً لهواة المجوهرات والعلامات التجارية العالمية لأرقى المصممين العالميين. فعاليات النسخة 18 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات مسيرة رائدة في تعزيز التميز والفخامة من خلال عرض أحدث التصاميم في مجال المجوهرات، ويحظى قسم التصاميم القطرية بمشاركة واسعة للمصممين القطريين. معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هناك يجتمع الجمال والفن والحرفية الفريدة لسرد القصة التي لا تنسى وراء كل جوهرة. هنا تكشف إحدى دور العرض مجموعاتها الخاصة من القطع والإكسسوارات المستوحاة من عالم كرة القدم للمرة الأولى خلال معرض هذا العام، قطع فريدة بلمسات عصرية عاكست التراث القطري.
ميزات معرض هذا العام عديدة، من أهمها تدشين أول مختبر بدولة قطر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة وفحص وتصنيف الألماس والتأكد من جودته ودرجة نقاوته. إضافة جديدة ومصداقية أخرى لمعروضات تعزز يوماً بعد يوم وتجلب عارضين وزواراً من كافة أنحاء العالم. مشاهدينا الكرام، نبدأ وياكم أولى فقراتنا الحوارية. طبعاً وقعت مؤخراً كلية المجتمع ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية اتفاق تعاون بشأن قبول النزلاء للالتحاق بالتعليم الجامعي في الكلية، حيث سيتم إتاحة الفرصة لنزلاء المؤسسة العقابية لإكمال تعليمهم الأكاديمي والحصول على درجة الدبلوم والبكالوريوس بكلية المجتمع قطر، وإتاحة المجال لإكساب المهارات والقدرات وتأهيلهم علمياً على المستوى الجامعي. طبعاً للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف الدكتورة مريم الحمادي، نائب رئيس كلية المجتمع. في البداية حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. حياكم الله ومساك الله بالخير. البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة لنا للحديث عن هذه المبادرة. نعم دكتورة، في البداية الاتفاقية هذه تمت بناء على مبادراتكم ورغبتكم أم كانت من الطرف الآخر؟ والله هي مبادرة الكلية وترحيب من الطرف الآخر. طبعا مثل ما وضحتوا هدف المبادرة الأساسي هو التحاق نزلاء المؤسسة الإصلاحية والعقابية للتعليم الجامعي في كلية المجتمع. طبعا التفكير في هذه المبادرة جاء من خلال ايش، يعني تتفق المبادرة هذه مع رؤية الكلية اللي هو الحرص على توفير فرص تعليمية متميزة لكافة شرائح المجتمع القطري. كذلك تتفق هذه المبادرة مع رؤية قطر 2030. رؤية قطر 2030 طبعا تقوم على أربعة ركائز أساسية. الركيزة الأولى التنمية البشرية، الركيزة الثانية التنمية الاجتماعية، الثالثة الاقتصادية، الرابعة الصحية. ونشوف يعني في مقدمة هذه الركائز مثل ما قلت التنمية البشرية، واللي تنص على ضرورة تطوير السكان دولة قطر وتمكينهم من تحقيق التنمية والازدهار في الدولة. لذلك يعني ارتأت الكلية بأن هذه الطاقات البشرية لابد من أن يتم استثمارها وعدم حرمانها من فرصة التعليم. نعم، يعني لو نتكلم شوي عن نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، شنو مدى الاستفادة من توقيع هذه المذكرة اللي انت وقعتها؟ الاستفادة ان يعني مثل ما قلت النزلاء يعني ما راح ينحرمون من فرصة استكمال تعليمهم الجامعي سواء كان على مستوى الدبلوم او البكالوريوس، راح تتيح لهم الفرصة في مواصلة تعليمهم اثناء قضائهم فترة العقوبة. هاي طبعا إتاحة فرصة للتنمية الذاتية وتنمية المهارات والقدرات العلمية وأثناء فترة العقوبة. بعد الانتهاء من فترة العقوبة يعني أكيد هذه الفرصة راح تفتح أمامهم مجال العمل ومواكبة سوق العمل المتجدد والمتطور. لكن نوعية التعليم راح يكون انتظامي، راح يكون عن بعد، شلون بتوصل المناهج وتقديم الدروس؟ يعني هل في وقت مخصص حددتوه معاهم؟ التعليم راح يتبع في نظام التعليم المرن، هو التعليم المدمج والآني، يعني التعليم عن بعد. طبعا الكلية عندها قدرات وتقنيات حديثة وعالية جدا تأهلها أن هي توفر مثل هذا النوع من التعليم. يعني جدير بالذكر أن أنا هني أنوه بأن كلية المجتمع كانت من مؤسسات التعليم العالي الأولى في الدولة اللي بدأت في إطلاق التعليم عن بعد قبل أيضا جائحة كورونا. بدأ التجهيز للتعليم عن بعد سنة 2019
وتم استقبال أول دفعة للتعليم عن بعد في 2020. لذلك راح نعتمد نظام التعليم عن بعد، وطبعا هذا التعليم الكلية حريصة بأن تكون جودة مخرجاته لا تقل عن جودة مخرجات التعليم التقليدي أو التعليم الصفوي. نعم، يعني بالنسبة للجودة، المقررات الدراسية لطلاب النزلاء شلون راح تكون؟ هل هي راح تكون نفس المقررات اللي مفروضة على الطلاب اللي يدرسون في الكلية، ولا مقرراتهم أسهل شوي، أو يعني راح تكون أخف عليهم شوي؟ لا طبعا هم راح يلتحقون مع الطلبة، طلبة الكلية الاعتياديين، لكن نظامهم هم في الدراسة راح يكون عن بعد، وراح يكون في تفاعل بينهم وبين الطلبة في الصفوف وبينهم وبين الدكاترة. ما راح يكون طرح مواد خاصة فقط للنزلاء، يعني راح تتم عملية دمج ما بينهم وما بين الطلبة في الصفوف الفعلية. نعم، الدمج اللي نتحدث عنه عدد الساعات بالنسبة للتخرج هي نفسها، آلية التقييم كذلك بالنسبة لي كل مادة يأخذونها هي نفسها، يعني نتكلم على اختبار مثلا من المنتصف، اختبار النهائي كذلك ما بينهم من اختبارات قصيرة، يندرج عليهم ما يندرج على الطالب اللي يداوم بشكل اعتيادي. بالضبط بالضبط، ما يندرج على الطالب الاعتيادي، يندرج عليهم مثلهم مثل أي طالب اعتيادي، لا راح يتم فيه يعني أي تسهيلات أو استثناءات، لأن مثل ما قلت الكلية حريصة جدا على أن يتم تحقيق المخرجات وتكون على جودة عالية. فقط اللي راح يختلف أنهم راح يكونون عن بعد، والطلبة راح يكونون متواجدين في الصفوف، وراح يكون في تفاعل في الجلسات النقاشية وتبر يعني حاصل في الصف، راح يكونون هم موجودين على تفاعل مع الطلبة ومع الأساتذة لكن أونلاين. وبالنسبة ليمكن الامتحانات، امتحاناتهم شلون راح تكون؟ هل هي أيضا راح تكون عن بعد، ولا راح يكونون موجودين وحاضرين في الامتحانات؟ لا، بالنسبة حق الامتحانات هي لها ترتيب ثاني طبعا بالتنسيق مع المؤسسات العقابية. راح يعني يتوجه فريق من الكلية لامتحان الطلبة في مبنى المؤسسات نفسها. نعم، إنزين، لما تبدون هذا المشروع هل في معايير معينة لقبول الراغبين في الانضمام للدراسة؟ أكيد تنطبق عليهم نفس المعايير اللي تنطبق على قبول الطلبة الاعتياديين. ومتى راح يكون استقبال أول دفعة من النزلاء؟ احنا نعمل حاليا ان شاء الله على استقبالهم في بدايه خريف 2022. فقط يعني الاجراءات يعني اندر بروسيسنج، بس تخلص الاجراءات راح يبتدون ان شاء الله في 2022. والطلبه يعني امامهم اختيار يعني ثلاثه من البرامج حاليا احنا ندرسها عن بعد: اداره الاعمال، اداره المشاريع، اداره الموارد البشريه. فبامكان الطلبه يختارون اي من هذه البرامج. نعم، البرامج اللي حددتوها حاليا انها تنطرح يعني كانت بناء على القدره الاستيعابيه بالنسبه للكليه، ولا كذلك درستوا الحاله التعليميه بالنسبه للنزلاء؟ ايش قصدك بدراسه الحاله التعليميه؟ يعني مثلا شفتوا التوجهات اللي موجوده، الدراسات السابقه اللي هم اخذوها كان مثلا الاغلب ميولة ودراسة السابقة أهل أنه يدرس مثلا إدارة أعمال، ولا يدرس مثلا باللغة العربية أو الشريعة، فأنتوا على أثر ذلك حضرتوا عدد من البرامج اللي تستوعب هؤلاء النزلاء. يعني أنا مثل ما قلت في البداية، البرامج هذه اللي تدرس عن بعد مطروحة من 2019، يعني مش برامج تم إنشاءها وتطويرها فقط من أجل النزلاء، برامج أساساً موجودة عندنا في الكلية، وما ينطبق على الطلبة الاعتياديين في القبول، ينطبق أيضاً عليهم. طبعاً أيضاً يتوقف على رغبة الطالب نفسه ومدى جاهزيته النفسية لتقبل أنه يتعلم وهو في هذه الظروف. يعني مو بكل النزلاء حتى لديهم رغبة في أنهم يواصلون التحصيل العلمي في هذه الظروف، يعني هم لهم ظروف أيضا
خاصة في هذا الوضع. نعم، يعني أكيد عندكم الكثير من البرامج في المؤسسة، يمكن 17 برنامج عندكم، ولكن لو نتكلم شوي عن عدد الطلبة الإجمالي اللي أنتم حاطينه في بالكم على أساس أنه يكونون معاكم كطلاب في الفترة الجاية إن شاء الله، كم العدد اللي حاطينه؟ تقصد العدد بالنسبة حق الكلية ولا النزلاء؟ النزلاء. النزلاء حاليا احنا عندنا تقريبا العدد يصل يمكن إلى 5 فقط اللي أبدوا يعني رغبة في استكمال دراسة، لكن احنا نأمل أن هذا العدد يشجع الآخرين للالتحاق في السنوات القادمة ويكون عندنا مزيد من الطلبة النزلاء. نعم، بالنسبة لكم هاي الخطة تعتبر كمرحلة أولى بإذن الله في تطوير وتوسع لمثل هذا البرنامج، وهذه الاتفاقيات اليوم صارت مع مؤسسة العقابية، بكرة في وجهات أخرى راح تطرق بابها كلية المجتمع؟ كلية المجتمع تتميز أساساً بأن لديها العديد من الشراكات مع يعني العديد من الشركاء في دولة قطر وخارج دولة قطر. يعني التوجه إلى المؤسسة العقابية لم تكن هذه أول شريك تعقد مع الكلية اتفاقية تعاون. عندنا الكثير من الشراكات، عندنا وزارة الثقافة، جامعة قطر، جامعة لوسيل، عندنا جامعات خارجية مثل ستيوارت يونيفرسيتي، هيوستن يونيفرسيتي اللي هي أساسا افتحت الكلية من خلالها، وأيضا ما زلنا الحين في طور تطوير أيضا شراكات جديدة مع مؤسسات جديدة. نعم، بالنسبة للغة التدريس للطلاب النزلاء إن شاء الله اللي راح يسدلون معاكم، هل هي راح تكون اللغة العربية ولا هي راح تكون اللغة الإنجليزية كتدريس لهم؟ البرامج هذه كلها مطروحة باللغة العربية. نعم دكتورة، شنو اليوم الرسالة اللي تحبين توجهينها للمجتمع بشكل عام واللي اسمكم على هذا المجتمع بتوفير يعني سهولة التعليم والمرونة، وفرت أوقات تساعد اللي داوم الصبح ولا اللي عندهم ظروف معينة؟ قاعدين نشهد ما بين السنة والأخرى تطور، بديتوا بدبلوم اليوم وصلتوا أعتقد لمراحل عليا، فشن هي اليوم الرسالة اللي توجهينها باسم كلية المجتمع؟ طبعاً مثل ما قلت كلية المجتمع اسمها المجتمع، يعني موجهة للمجتمع وتمكين المجتمع القطري. لذلك احنا نشوف انه يعني ما في شيء اسمه انه يعني انت خلاص وقفت عندك فرص التعليم، سواء انت كنت تعمل كبير في السن او صغير، بما ان لديك الرغبه في التعليم باب الكليه بالعكس مفتوح ويشجع على استقطاب جميع الفئات العمريه من المجتمع القطري استكمال تعليمهم. عندنا فعلا يعني عندنا احنا اعداد من الطلبه الاب وابنه يدرس او البنت وامها ويكونون في نفس الكلاسات، يعني ما في عمر محدد لاستكمال التعليم. أكيد أكيد، يعطيك العافية طبعا دكتورة مريم الحمادي وأنت نائب رئيس كلية المجتمع، شكرا جزيلا وما قصرتي، ويعني بالتوفيق لكم إن شاء الله في البرامج القادمة. وحديثنا راح ينتقل معكم إلى فقرات أخرى وأخبار أخرى عبر برنامج حياة. أكيد يعني وياكم مشاهدي الكرام ننتقل لموضوع آخر، حيث اختتمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور مشاركتها في فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد الذي نظم هذا العام تحت شعار مرور آمن ومتطور. أكيد عبد الله ومشاهدينا، تهدف هذه المشاركة إلى دعم وتعزيز الجهود المبذولة لغرس السلوكيات المرورية الصحيحة بين كافة فئات المجتمع. طبعا للحديث أكثر يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف المقدم جابر محمد عضيبة، وهو مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. في البداية حياك الله ويانا، وخلنا نتكلم في البداية عن فعاليات أسبوع المرور العربي بصفة عامة، وشنو الهدف من إقامة هذه الفعالية؟ مساك الله بالخير ومسي على مشاهدين تلفزيون قطر. طبعا اسبوع المرور العربي هو احدى فعاليات التي تشرف عليها الامانه العامه لمجلس وزراء الداخليه العرب، وتحتفي بها اجهزه المرور بالدول العربيه سنويا من خلال فتره من 4 الى 10 مايو من كل سنه.
طبعا هي للتذكير بالآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي تنتج عنها حوادث المرور، وبالتالي تنعكس على سلبا على نهضة الشعوب وتقدمها. هذه الفعالية طبعا التي تم تسليط الضوء على أهمية السلامة المرورية وتحفيز مستخدمين الطرق على المشاركة والتعاون، كما أنها مناسبة لتبادل الخبرات والأفكار بين أجهزة المرور العربية، بالتالي لتطوير برامجها ومشاريعها المرورية في كافة المجالات، لا سيما فيما يخص الآليات وسائل المتبعة في عملية التوعية المرورية لمستخدمين الطريق. نعم، لو نتحدث عن الشعار بشكل مفصل مقدم جابر، مرور آمن ومتطور، فالهدف من هذه التسمية والإجماع عليها؟ طبعا هذا الشعار جاء شعار شامل لجميع مستخدمين الطريق، سواء كانوا سائقين أو راكبين أو حتى مشاة، للتأكيد على أن الوقاية من الحوادث المرورية هي عملية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الأطراف، عبر احترام قوانين المرور، تطبيق قواعد والاشتراطات الخاصة بالسلام، وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة. نعم، أكيد ممكن كان في هناك مشاريع مستقبلية تم الاتفاق عليها، فلو نتكلم عن هذه المشاريع اللي تم عرضها في فعاليات أسبوع المرور العربي. طبعا الإدارة العامة المرور تعمل على تحقيق هدف استراتيجي من خلال خطة وزارة الداخلية ل 2018-2022 المتمثلة في تحقيق الأمن والسلامة على الطرق. نعم، معنا مقدم جابر. الو. نعم، اعتقد شوي الصوت فصل ورجع، لكن لو نتحدث اليوم عن الأنشطة اللي ممكن يكون فيها تفاعل ما بينكم في هذا الأسبوع وما بين الجمهور، هل بتكون في فعاليات وأنشطة على أرض الواقع، أم كذلك بيكون في تواصل إعلامي وعبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا ركزت الإدارة العامة للمرور خلال أسبوع المرور العربي على نشر رسالة توعية على حسب على منصاتها، على حسابات منصات الإدارة العامة للمرور. الكل يعلم أنها من أسرع الوسائل الآن المتاحة في توصيل مثل هذه الرسائل لجميع أفراد المجتمع، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. طبعا الرسائل هذه طبعا مختلفة، المخاطر المترتبة على بعض السلوكيات المرورية الخاطئة مثل استخدام الهاتف، حزام الأمان، الأمور هذه كلها تم التركيز عليها في توصيل هذه الرسالة. نعم، طبعا كل الشكر موجه لكم المقدم جابر محمد عضيبة، وأنت مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لكم وبالتوفيق لكم إن شاء الله في قادم الفعاليات. الله يوفقكم إن شاء الله، وكذلك يكون في تفاعل من المجتمع وهم يستفيدون مثل هذه الأنشطة والفعاليات اللي قاعدة تقدم والأخذ منها الفائدة، وفي النهاية هي لمصلحتنا. أكيد، وياكم مشاهدينا الكرام نطلع هذا الفاصل وبعدها نكمل برنامج حياتنا. إذن عد لكم مشاهدينا وننتقل معكم إلى موضوع آخر، وأقل من 3 أسابيع تفصلنا على موعد انطلاق اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة والتي تمثل 60% من المجموع الكلي للدرجات. طبعا راح نتكلم عن استعدادات المدارس للاختبارات والجهود المبذولة خلال الحصص الإثرائية، خلونا في البداية نشوف هذا التقرير ونرجع بعدها مع ضيفنا. بهمة عالية وأمل كبير ورغبة في تحقيق أعلى درجات النجاح والتفوق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن مواعيد دوام الطلاب بعد شهر رمضان المبارك وعودتهم من إجازة عيد الفطر، عبر تعميم من أرسلته لمدراء المدارس توضح فيه دوام جميع المراحل الدراسية من الصف الأول إلى 12. طابور الصباح أول ما يبدأ به الطالب يومه بعد عودة الدوام والنظام الدراسي إلى التوقيتات المعتادة،
ساعات الدوام للصف الأول حتى السادس الابتدائي من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 12:45 عدا يوم الخميس، ينتهي الدوام في الساعة 12:30. طلاب الصف السابع وحتى 12 ينتهي دوامهم في تمام الساعة 1:25 أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، والساعة 12:40 يومي الأربعاء والخميس. بذلك يكون نصاب الحصص الدراسية 34 حصة أسبوعياً للصفوف من الأول إلى السادس، و33 حصة دراسية أسبوعياً للصفوف من السابع إلى الثاني عشر. هذا وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إنهاء كافة الاستعدادات النهائية لاستقبال اختبارات نهاية الفصل الدراسي للثانوية العامة. تم تجهيز لجان داخل المدارس والانتهاء من لجان السير والمتابعة. وأعلنت عن حزمة من التوجيهات التي تعزز استعداد الطلاب لأداء الاختبارات، مؤكدة على أهمية تنظيم الوقت وتوفير البيئة المناسبة للطلبة. إذن وضعت المدارس الثانوية خططاً لإعداد الطلبة للاختبارات عبر المراجعات النهائية، الحصص الإثرائية وحل الاختبارات التجريبية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وذلك عبر موقعها الإلكتروني. طبعاً للحديث أكثر عن الاستعدادات للاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة، يسعدنا أن نستضيف السيد محمد الحمادي وهو مدير مدرسة علي بن جاسم الثانوية للبنين. حياك الله ويانا ومساك الله بالخير. مساكم الله بالسعادة والنور، يعطيكم العافية على تغطية فعاليات المدارس. الله يعافيك أستاذ. في البداية بس لو نتحدث عن التحضيرات اللي بديتوها لمساعدة أبنائنا اليوم عشان يكونون على أعلى جاهزية للاختبارات بإذن الله. نعم، بداية الحمد لله رب العالمين، ابتدت المدارس في دولة قطر بشكل عام ومدرسة علي بن جاسم بشكل خاص بتحضير الطلاب مسبقا لمرحلة الاختبارات الثانوية العامة، سواء النقل أو الثانوية العامة الثانية عشر، بوقت مسبق الحمد لله رب العالمين. ابتدينا فيها طبعا عن طريق الدروس الإثرائية اللي تم تقديمها على مدى العام الدراسي، وتتكلل في نهاية العام الدراسي الآن بشكل مكثف طبعا لتمهيد الاختبار الثانوية العامة نهاية العام الدراسي. ثلاث أنواع من خلينا نقول احنا نسميها التقوية أو الدعم الطلابي للدروس الإثرائية بثلاثة أنواع. النوع الأول كان عن بعد في فترة الكورونا وما بعدها، ولا زال مستمر الآن للطلاب اللي عندهم ظروف خاصة أو مصابين أو عندهم يعني أمر يستدعي أنه يكون يشتغل من المنزل، فلا زال موجود لهذه الفئة التقوية عن بعد. النوع الثاني اللي هي التقوية المجانية ولا زالت موجودة، عندنا في يومين لن تكون داخل وقت الدوام الرسمي، فبناء على تغير وقت الدوام خلال الفترة الأخيرة أصبح يومين الأربعاء والخميس موجودين للتقوية المجانية للطلاب اللي راغبين فيها، بالإضافة للتقوية المدفوعة الأجر بشكل رمزي للطلاب المحتاجين دعم بشكل إضافي في بعض المواد أو في بعض الدروس اللي هم محتاجين الدعم فيها، وطبعا بمبلغ لا يذكر بالنسبة للطالب، ولكنها قنناها بشكل يعني مكثفة للطلاب خلال هذه الفترة. نعم، لو نتكلم وياك أستاذ محمد عن الاختبارات التجريبية اللي دائما تصير نهاية السنة على أساس أن الطالب يتجهز للامتحانات، فكلمنا عن أهمية هذه الاختبارات التجريبية بالنسبة لطلاب المدارس. أشكرك على هذا السؤال، لأن الاختبارات التجريبية جرت العادة أنه يقال نحن قاعدين نجرب اختبارات تجريبية ولكن ما تيجي منها الاختبارات النهائية في نهاية العام الدراسي. هي من اسمها اختبارات تجريبية، تضع الطالب في محك الاختبار النهائي، التوقيت، نوعية الأسئلة، كمية الأسئلة اللي تيجي، المعارف اللي محتاج لها. وبعد إحنا ما نقدم لهم طبعا في منتصف الفصل الدراسي الأول تم تقديم هذه الاختبارات التجريبية وعمل دراسة ميدانية لها، وين نقاط الضعف لدى الطلاب في هذه الاختبارات، إيش المهارات اللي هم محتاجين الدعم فيها بشكل أساسي، وتم وضع خطط منفصلة لجميع الطلاب تشخيصيا لحاجتهم في للتقوية أو للدعم في المناهج خلال الفصل الدراسي الثاني. ولله الحمد تمت على ثلاث مبادئ، المبدأ الأول اللي هو الفصل الأول تم إعطائهم شهادة عليه بحيث أن الطالب يعرف نقاط الضعف والقوة فيها. النقطة الثانية أو الجزء الثاني اللي نزلته وزارة التعليم والتعليم العالي بشكل دوري بحيث أن الطلاب يعني يحلون الاختبارات التجريبية مع المعلمين وتصلح لهم بشكل رسمي ويعطون الدرجات، بيعرفون النقاط اللي هم لازم يركزون عليها وإحنا النقاط اللي لازم ندعمهم فيها خلال الوقت الدوام.
او خلال وقت التدريس. والجزء الثالث اللي احنا عملناه بشكل اضافي للطلاب ان احنا عملنا محاكاه للاختبارات التجريبيه اللي جايه من الوزاره، بحيث ان احنا كثفنا ونوعنا الاسئله ونوعنا استراتيجياتها ووسائلها، بحيث ان الطالب يكون مستعد لاي نوع من انواع الاسئله خلال الاختبارات الثانويه العامه. مثل ما تكلمنا في البدايه، الاختبارات التجريبيه مش هذا الاختبار اللي يعاد كل سنه، يعني مش اختبار تجريبي انه يجي كل سنه نفس الاختبار من وزاره التعليم. يجي مقتطفات منها، يجي بعضها بتغير انواع الاسئله بشتى يعني المناهج، ولكن هي تساعدك على معرفه طريقه الاسئله، كميه الاسئله، استراتيجيه حل الاسئله، التوقيت اللي لازم تبذله في كل نوعيه، الدرجات الموزعه، كيف تقتنص الدرجات الكبيره في 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 الاختبار، كيف تعرف اليه الحل في المواد اللي محتاجه تكنيك مثل اللغه الانجليزيه واللغه العربيه وخلافهم. فهذه يعني تساعد الطلاب بشكل كبير، واثمرت الحمد لله نهايه الفصل الدراسي الاول بارتفاع نسبه التحصيل الاكاديمي لدى الطلاب. نعم، يعني انتم لاحظتوا ان الاختبارات التجريبيه منها فائده للطلاب وان ساهمت في تهيئتهم حتى نفسيا، لما يكون حتى عارف ترتيب او اليه الاسئله نفسها. انا قبل كنت انصدم والله، كنت ادرس شيء الاختبار يجيني شكله يخرع، ترتيب الاسئله فتروح تعيد وتاخذ استراتيجيه يقول لك حل الاسهل اول شيء، صح تدور الاسهل ما تلقاه. لكن انتم لقيتوا انه منها فائده بالنسبه للطلبه. احنا وضحنا الفكره للطالب من الاسئله التجريبيه، الاسئله التجريبيه مثل ما تفضلت انت، لان نفس النقطه هذه احنا وجدنا عند الطلاب كثير من المعاناه وعدم الفهم لمبدا الاسئله التجريبيه، انه يدرس مال اخر 3 سنوات يقول بيجيني نص الامتحان منها، هذا الكلام غير صحيح. الأسئلة التجريبية تعلمك على أساس الامتحان، على طريقة الاختبار، على التوقيت اللي أنت لازم تذوي الاختبار، تكسر الرهبة للاختبار، تعطيك الأسئلة المباشرة والغير مباشرة وأسئلة التفكير العليا بالنسبة للطلاب المميزين وخلافه، تعلمك الآلية بحيث أن أنت لما تدرس تعرف تصنفها وين تشتغل على أساسها، ولكن لا تقنن الاختبار من هذه الاختبارات التجريبية السابقة. نعم، ولكن هل أنتم من خلال الاختبارات التجريبية هذه شفتوا أنه في فرق في نتائج الطلاب، في درجات الطلاب من خلال الاختبارات اللي انتم قدمتوها؟ نعم، اكيد الفرق كبير، اللهم لك الحمد. خلال الفصل الدراسي الاول عندنا فرق كبير في 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 نسبه التحصيل الاكاديمي للطلاب بمختلف المواد، بمختلف يعني سواء المواد الادبيه او العلميه او المواد الثانويه او المواد الاختياريه، كلها ارتفعت الحمد لله بسبب الاستراتيجيه اللي اتبعناها خلال الفصل الدراسي الاول يعني. الحمد لله. طيب كذلك الحصص الإثرائية، هل لقيتوا منها المخرجات على المستوى اللي تطمحون له بالنسبة لتعلم الطلاب؟ نعم، الحصص الإثرائية مثل ما تكلمنا بأنواعها، دائما احنا عندنا ثقافة نبي نأجز نقعد في البيت عشان ندرس، دائما عندنا ثقافة ان في ملزمة راح ندرسها وراح نجتاز الاختبار فيها. انا احب اوضح اول شيء الفرق اللي تفضلت فيه الفاضلة مديرة قسم المعايير ست موزة المضاحك وتكلمت عنه بشكل مباشر. في فرق ما بين الملزمة والمذكرة. المذكرة كلنا قاعدين نشتغل في المدارس وهذه مسموحة رسميا، فيها أوراق عمل، فيها أسئلة مباشرة، فيها تدريب للطلاب على الاختبارات، فيها الكوزات اللي تقدم، فيها أوراق العمل تقدم داخل الصف. هذه كنز بالنسبة للطالب على مدى العام الدراسي كامل، وتكون عنده حصيلة لنهاية العام يراجع منها أي اختبار بيطلع منها اللي أنت درسته طول العام الدراسي، صحيح ولا لا؟ ولكن الجزء الثاني اللي هي المذكرة، الملزمة عفوا. الملزمة يعني في مراكز خاصة أو الدروس الخصوصية الفخ اللي يطيح فيه الكثير عنده، يعني فقط يلزم الطالب بهذه الكمية المعلومات. هذه كمية المعلومات قد تساهم في نجاحه بالنسبة اللي هو ما يطمح فيها، ولكن لا تساهم في تعليم لمدى الحياة، لأنه هو قاعد يدرس الاختبار فقط. لا تساهم في ارتفاع نسبة التحصيل الأكاديمي بالنسبة للطالب، يكون طموحه 60-70% ماكسيمم، بعكس طموحنا احنا ان اقل طالب، لان احنا طموحنا يكون في التسعينات. وهذا ان شاء الله الهدف كلنا مع تضافر الجهود مع اولياء الامور والعزوف عن الدروس الخصوصيه والتوجه للمدارس حتى اخر يوم قبل الاختبارات، هذا حقه والدوله ضامنت له اياه، يعني من حقه انه ما يطلع من باب الصف دون ما يكون فاهم، هو لازم يدافع عن حقه كطالب وولي امر، ايضا كولي امر يدافع عن حق الطالب بحيث انه يلتزم بدوامه حتى موعد الاختبارات ويحافظ على المذكرات وليست الملازم. نعم، يعني هاي جانب مهم جدا ان احنا نتكلم عنه، موضوع الدروس الخصوصيه اللي يعني الاب تحصله يدفع مبالغ كبيره علشان ولده، وفي النهايه ولده ما يجيب النسبه اللي هو يبيها او الدرجه اللي هو يبيها، لان مثل ما قلت ان هذه ملزمه مش مذكره. ف
شنو الرساله اللي انت توجهها لاولياء الامور؟ شنو تقول لهم بالنسبه للناس اللي يتجهون للمدرسين الخصوصيين اللي ياخذون مبالغ كبيره، واصلا في المدارس انتم موفرين لهم الحصص الثرائيه هذه اللي تكون موجوده، وايضا حتى لو كان في مبلغ راح يدفعونه مبلغ رمزي جدا. صحيح. الرساله المباشره الحفاظ على الثروه اللي لديك. هذا الطالب اليوم هذا طفل، ولكن هذا رجل المستقبل، قائد المستقبل. احنا نطمح انه يكون التعليم اللي يحصل عليه هو تعليم لحياته وليس للاختبار. مساعده ولي الامر بانضمام الطالب والتزامه بالدوام حتى يوم الاختبار، هذا الشيء الاول. الالتزام بالمراجعات المدرسيه وليست في الملازم الخارجيه. البعد بشكل مباشر عن الدروس الخصوصيه وخصوصا الغير مختصين. اليوم اصبح دروس خصوصيه مهنه من لا مهنه لها بالخارج بالاسف يعني. بالاضافه ان المدارس كلها بدون استثناء تصرف الغالي والنفيس، الدولة تصرف الغالي والنفيس في سبيل رفع نسبة التحصيل للطالب وفي إخراج جيل يعني ثروة دولة قطر. دعمهم ومساندتهم لنا مصلحة عامة. نعم أكيد، احنا كذلك يعني نشد على هذه الرسالة، نوجهها كذلك لأولياء الأمور وللطلاب نفسهم. ذكر موضوع الملزمة، يعني احنا درسنا وجربنا أنا مرت علي شخصيا مثل هذه الملازم، يعني أنت تكون دارس خلصت المنهج وكل شيء وجاهز الاختبار، لكن أنا في مرة صدفة طاحت في يدي مثل هذه الملازم وقلت خلني أراجع منها قبل لا أروح. تلقى في اختصار الأسئلة عشان يرويك أن الموضوع سهل، فتلقى أن المعلومة أساسا غير مكتملة. طبعا صحيح. كذلك يعني هو من أسباب أن الطالب يكون نوعا ما حافظ مش فاهم، فاكيد احنا نوجه من يعني ممكن ان تستخدمون المذكرات من قبل المدارس، ولكن هذه الملازم لازم تكون عن طريق المدارس او وزاره التعليم. احنا نشكر السيد محمد الحمادي مدير مدرسه تعلي بن جاسم الثانويه للبنين، كل التوفيق لكم ان شاء الله وطلابكم وطلاب دوله قطر يكونون على اعلى مستوى باذن الله تعالى. يا رب ان شاء الله. الله يعطيك العافيه استاذ محمد وما قصرت. وياكم مشاهدينا الكرام نطلع هذا الفاصل وبعدها نواصل برنامج حياتنا. حياكم الله ويانا مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومتواصلين معاكم فقراتنا. وطبعا اختتمت بطولة التحدي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية 2022 رجال وسيدات على ملاعب الغرافة الشاطئية، والتي تم نظمها طبعا الاتحاد القطري للكرة الطائرة تحت إشراف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. أكيد عبد الله ومشاهدينا، يأتي تنظيم البطولة هذا العام لدعم ورعاية مميزة من عدة جهات، من بينها اللجنة الأولمبية القطرية وأسباير زون وقنوات الكأس ومستشفى سبيتار. طبعا لتسليط الضوء على ختام بطولة التحدي العالمية للكرة الطائرة الشاطئية 2022، يسرنا أن نستضيف عبر الخط الهاتفي السيد محمد سالم الكواري وهو عضو مجلس إدارة الاتحاد القطري للكرة الطائرة. في البداية حياك الله ويانا، وخلنا نتكلم عن تنظيم هذه البطولة، بطولة التحدي العالمي للكرة الطائرة في قطر ونجاح هذه البطولة. الله يحييك، يا مرحبا بك. طبعا تنظيم البطولة هذه للسنة الخامسة تقام في الدوحة على التوالي من سنة 2018. احنا ننظم هذه البطولات العالمية بمختلف فئاتها يعني. والحمد لله كان التنظيم هذه السنة يعني أشاد فيه الجميع ولاقى نجاح كبير من طبعا بحسب ما وصلنا من الاتحاد الدولي القائم على تنظيم البطولات العالمية كلها. نعم، لو نتحدث اليوم عن حفل الختام وأحداث الحفل هذا وكذلك تتويج الفائز. التتويج الفرق، طبعا تم تتويج الفرق في فئة الرجال. منتخب البولندي فاز بلقب البطولة هذه السنة، وكان وصيف المنتخب الإيطالي والمنتخب النمساوي حل في المركز الثالث. بالنسبة لبطولة السيدات حل المنتخب البرازيلي في المركز الأول، وكان المنتخب الألماني في المركز الثاني، وحل المنتخب السويسري في المركز الثالث.
نعم، يعني انت الحين ذكرت لنا عده منتخبات عالميه شاركت، فخلينا نتكلم عن العدد، كم كان عدد المشاركين في هذه البطوله، وشنو هي ابرز الدول اللي شاركت في البطوله؟ والله الاقبال كان كبير هذه السنه على البطوله، وصل عدد فرق الرجال لين 41 فريق من 22 دوله، وعدد فرق السيدات لين 39 فريق من 20 دوله تقريبا. طبعا الدول اللي شاركت من صفوة دول العالم منها منتخبات البرازيل، منتخبات من أوروبا مثل ألمانيا، النمسا، بولندا، وأيضا في الرجال شاركوا منتخبات مثل أمريكا وإيطاليا ومنتخبنا طبعا الوطني، وكان في إقبال كبير يعني في المشاركة. نعم، لكن شنو تقييمك لمشاركة منتخبنا الوطني واللي طلع من ربع النهائي رغم التصنيف العالي جدا للمنتخب، ولكن ربما ما كان بقدر التوقعات؟ منتخبنا طبعا مر بظروف يعني قبل البطولة هذه، منها صادف ان شهر رمضان وكان تواجد اللعيبة هني في الدوحة ما كانوا في معسكر للإعداد للبطولة هذه، بالإضافة أن كان في أحد اللاعبين يعني طبعا كان متوفي والده قبل أسبوع من البطولة، فكان وايد متأثر من الموضوع، فعزانا له يعني، وإن شاء الله بيعوضونا في البطولات الجاية بإذن الله. أكيد، يعني جهود يشكرون عليها، ونقول الله يرحم أبوه، ويعني الله يغمده بواسع رحمته إن شاء الله. ولكن لو نتكلم عن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، طبعا أجرى تحديث على نظام الجولات العالمية بدال طبعا التصنيف السابق، فكلمنا عن التحديثات وشلون تم تطبيقها على هذه البطولة. الاتحاد الدولي طبعا كان سابقا يعتمد نظام النجوم اللي هو من نجمة لين 5 نجوم كقوة البطولة وعلى حسب النقاط الممنوحة والجوائز المالية. غير النظام 5 الفئات هذه اللي هي من نجمة، نجمتين 3 و4 و5، فدمج تقريبا يعني دمج النجمة والنجمتين في فئة الفيوتشر اللي هي للفرق الجديدة والشباب والفرق اللي ما عندها نقاط كثيرة يعني تأهلها للعب الأدوار الرئيسية في البطولات، ودمج الثلاث نجوم واربع نجوم في فئة التشالنج اللي هي صارت عندنا هذه البطولة، بطولة التشالنج، وفئة الخمس نجوم اللي هي أعلى فئة خلاها فئة الإليت اللي حققها منتخبنا في بداية هذا الموسم شهر 3 الماضي في المكسيك. فطبعا هذا النظام يمنح الفرق طبعا نقاط على حسب كل فئة نقاطها أعلى وجوائزها المالية تكون أكبر من السابق، فعلى أساس يشجع طبعا الفرق للتنافس في البطولات الكبيرة من جهة تسويقية. طبعا هم شافوا بيع حقوق البطولات الكبيرة هذه راح يكون طبعا لما تحط أفضل الفرق في بطولة واحدة يكون التنافس بينهم قوي، طبعا يكون في مباريات ومستوى فني جدا عالي، فهذه كانت فكرة الاتحاد الدولي من تغيير نظام البطولات. ننتقل للجانب المحلي أخوي محمد، شلون تشوفون إقبال المجتمع القطري على الانضمام للكرة الشاطئية من ناحية كرة الطائرة؟ فهل تشوفون اليوم في سهولة أو صعوبة من جانب استقطاب لاعبين قطريين على أساس أنهم يمثلون منتخب دولة قطر بجميع الفئات؟ في المجتمع القطري الحمد لله يعني احنا السنتين اللي راحوا يعني شفنا في اقبال كبير على البطولات الشاطئيه، فتحنا للانديه استقطاب لاعبين في اعمار صغيره ولقينا اقبال كبير في التسجيل، بالاضافه الى ان المجتمع القطري يعني عموما يحب لعبه الكره الطائره سواء في عنانهم في عزبهم في استراحاتهم دائما تلقى ملعب كره الطائره موجود شاطئيه يعني الحمد لله في إقبال كبير على اللعبة، واللعبة طبعا عقب النتائج اللي تحققت من منتخب قطر في الفترة الماضية وتحقيقهم البرونزية في أولمبياد طوكيو السنة الماضية زاد الحب اللعبة هذه أكثر، وصار في يعني أطفال صغار يجون يبون يلعبون كرة الطائرة الشاطئية علشان يعني النتائج اللي شافوها واللي منتخبنا
طبعا قدمها للمجتمع ككل. نعم. ورفع علم قطر يعني عالي في المحافل الدوليه. ابو سالم عبد الله الهلابي معاي الحين، ترى لعيب اذا تبون تاخذونه عندكم فرصه طيبه. يا مرحبا ابو عبد الله. اكيد لازم نجرب اللعبه، احنا نلعب في العنه بس ما جربنا نلعب اثنين باثنين، يعني شوي تكون صعبه ولكن اكيد راح نجرب. طبعا كل الشكر لك سيد محمد سالم الكواري، وانت عضو مجلس اداره الاتحاد القطري للكره الطائره، شكرا جزيلا لك. وممكن انا وانت نجرب نايف؟ لا اشوف لك حط طولك. خلينا نتكلم لموضوعنا الثاني نايف، ايش عندك؟ اكيد عبد الله مشاهدينا راح نروح معاكم الى تقرير يتحدث عن بدء العطله لنهايه الاسبوع، فالعائله اكيد لها تطلعات بالنسبه لبرنامج هذه العطله وما تقدمه السياحه في دوله قطر، فخلونا نشوف معاكم هذا التقرير عن اهم الوجهات السياحيه ولنا عوده باذن الله. مدن تعانق مياه البحر، وصحراء مذهلة، ونهضة عمرانية بناطحات تتسابق نحو السحاب. السياحة في قطر تقول كلمتها وتشهد انتعاشها بمناطقها السياحية والثقافية والتاريخية، تجعل منها وجهة سياحية مفضلة عند الكثيرين بالمهرجانات السنوية والبطولات الرياضية العالمية بالمجمعات التجارية. قطر تسخر بجملة من المنتجعات الشاطئية، فنادق ملاذا رائعا للإقامة وفرصة نادرة للاستمتاع. شواطئ تتميز بإطلالاتها الرائعة برمالها الناعمة تجذب وتستهوي السياحة الداخلية والعالمية. فحققت معدلات نمو ملحوظ سواء على مستوى عدد الزائرين لقطر أو على مستوى البنية التحتية السياحية، بما يحقق التنوع الاقتصادي الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ولم تنتهي حكاية السياحة بعد، فلقطر دائماً موعد سياحي جديد يمزج فيها عبق الماضي بالحاضر والمستقبل لجذب السائح ليعيش الرفاهية الحقيقية. إذن عودة لكم مشاهدينا، يعني هذه جزء من الوجهات والخطط اللي ممكن توجهون أبنائكم صوبها، وكذلك ممكن أن تساعدونهم في مثلا لما يبون يوفرون بعض الأوقات فيستخدمون مثل ألعاب إلكترونية وغيرها، وهذه الأشياء ترى إيجابية ممكن تنمي مهاراتهم. وفي نفس الوقت إذا كان قاعد مثلا على البلاي ستيشن ولا غيره، ممكن تحط على التلفزيون قطر الساعة 4، الساعة 4 تلقون عبد الله الهلابي ومع كندا وحصة، حصة صح، مع حصة برنامج ساعة ما راح كل جمعة وسبت الساعة 4. اتصل لك ما ترد. زين ليش تتصل انت؟ اخوي بيشارك. زين طبعا يقول حق الكل اللي يبي يشارك معنا يقدر يتصل علينا، واكيد نهايه هذا الاسبوع استمتعوا بهذه الاجواء الجميله مع اهلكم، مع ربعكم، مع اخوانكم، طبعا الاجواء جدا جميله نايف. اكيد ولازم يكون الترابط العائلي هذا موجود والكل يستغله، خاصه في عطله نهايه الاسبوع تستمتعون فيها، وكذلك تهيئون نفسكم لاسبوع قادم باذن الله يكون جيد. اكيد وصلنا وياكم لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده الاسبوع القادم من برنامج حياتنا. مع السلامه. فمان الله.